تختص حديقة الحيوانات بالرباط في الحيوانات المغربية والصحراوية والإفريقية، مما يمنح فرصة لتقييم خصوصية الحيوانات والنباتات المغربية بالإضافة إلى حيوانات ونباتات القارة الإفريقية. ويعتمد تصميم وتهيئة الحديقة على مفهوم الفضاء المفتوح، بحيث يعرض الحيوانات في مساكنها الطبيعية تجعل الزائر يعيش جوا من المغامرة والاستكشاف. بالنسبة ل 2012 وفدت على الحديقة الوطنية بالرباط للحيوانات ما يفوق 750,000 زائر، أكثرهم أي ما يفوق 360,000 هما مكونين من عائلات من أسر اللي زارت الحديقة، وكذلك من لي جروب سكولير يعني من المجموعات المدرسية اللي كان العدد ديالها يفوق 120,000 زائر. للمعالج دور كبير في الاهتمام بالحيوانات والسهر على نظافتها ونظافة محيطها، كما يؤمن العناية الصحية للحيوانات. يعمل المعالج الحيواني بتعاون وثيق مع الطبيب البيطري من أجل تقديم الرعاية الملائمة للحيوانات. النظافة خاص كل صباح يوميا، كتشوف الماكل البلاصة فاش كياكل خاصك تنظفها، البلاصة فاش كيشرب خاصك تنظفها، إلا عندك شي دواء خاصك تعطيه أنت والممرض تيكون حاضر معاك، تخلط له الدواء اما في الماكله اما في الماء، وكيجي واحد الوقت خصو لي فيتامين ديالو بحال من شهر جوج الفوق، تيكون تبييض، كيكون مرحله ديال التفقيس باش يجي داكشي مزيان، يجي الطير ما فيه حتى شي عيوب. وتمثل الحديقة نموذجا للتنوع البيولوجي والمناخي الذي يحظى به المغرب، حيث تقدم نموذجا لهذا الثراء بإقامة 5 نظم بيئية، وهي المناطق الرطبة، الغابات الاستوائية والصحراء وجبال الأطلس. ويرتكز هذا التصميم على العرض الطبيعي الذي يمكن من خلق وسط يشمل العناصر المكانية والزمنية للمأوى الأصلي لكل الحيوانات بطريقة صحيحة.